القرية طيلة عمرها هذه 100 عام لا كهرباء ولا طريق معبد يربط بالبغدادي ولا مركز صحي ولا مي صالح يشربون، عايشين يعني على المطر على الحياة البسيطة. القرية ما وصلت أي خدمات، لا مي لا مركز صحي لا كهرباء لا تبليط لا أي شيء، لا مستوصف يعني، ولا مدرسة ابتدائية ماكو، لا مدرسة تكميلية ولا شيء، خلص ابتدائية ويبطل يعني، ماكو أي خدمات ما وصلت هاي القرية السنة.